إذن وهذه صور ننقلها لكم، هذه الفيديوهات التي وصلتنا، مقطع متداول لدوريات من الجيش السوداني أثناء تمشيط شوارع أم درمان. وكنا تحدثنا وفق بيانات للجيش التي عرضوها في الساعات المقبلة بأنهم أعلنوا سيطرتهم وإتمام السيطرة خصوصا على المراكز والمنشآت الحيوية والرئيسية في هذه المناطق، حيث أم درمان هي إحدى مدن ولاية الخرطوم، إحدى مدنها الرئيسية الثلاث. نتحدث عن أم درمان، خرطوم والخرطوم بحري، حيث هي هذه المناطق التي تتركز كانت فيها الاشتباكات والأعين عليها بعد أن وصلت الاشتباكات. وللمرة الأولى يشهد السودان بأن تكون العاصمة هي مركز ومحور للصراع والقتال الدائر بين الطرفين العسكريين المسلحين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.